ده؟ الله، هو انا يعني عشان عاجز تقوم انت تجري؟ انا مش هعرف اجري وراك. ماشي يا هيم. عارف يا ابراهيم، انا اتولدت من الوراق، عند حته كده اسمها مصنع الكراسي، ما كانتش معروفه بس احنا اللي شهرناها. عارف ليه؟ عشان لما كان عيل يدينا ولا حاجه كنا ناخده ورا مصنع الكراسي ونعلم عليه. بس بعدها بقى مبقتش العب مع العيال، بقيت احب العب مع ابوهم عشان انا بعرف العب. كسبت 50 مليون، كسبت الوراق، كسبت مصر، وجيت قعدت هنا. تأكيد مستحيل ان انا اكررها تاني والعب مع عيال زباله زي دي. والله العظيم انا بص هقول لك، وكنت هقول لك على ابراهيم وناوي يقابل معاك ايه، بس يعني ما جاتش الفرصه. والله حبيبي عايز اعرف منك حاجه. ما انا عارف من اول كل حاجه من ساعه ما كنت في مصر ومعاك المحمول اليوناني بتاعك، وعشان انت جاهله وغبيه مش عارف ان انا كنت عامل رومنج. يعني ايه يا هيما؟ ها؟ رومنج يعني تجوال، وتجوال يعني دولي. وبما ان حضرتك في التجوال قافله الموبايل وترد عليا الرساله بتاعت الشبكه المستضيفه، يعني انا اول ما اتصلت بيكي على المحمول اليوناني بتاعي اللي معاكي في مصر، ردت علي أميرة الأمراء وقالت إيه؟ هذا الرقم ربما يكون مغلقا. والله كان ليها وحشة. عارفة لو كان الموبايل مفتوح كنتش عرفت أنت فين. فاتت عليكوا دي صح؟ فاتت عليكوا. والله العظيم مش أنا اللي عملت كده، ده إبراهيم هو اللي قايل لي إن أنا عامل كل الكلام ده. والله واطية، يلا يا واطية. شفتي يا ايما؟ شفتي رجوان عايزه تلبسك ازاي؟ واطية هي بقى ولا مش واطية صح؟ رجوان طلعت واطية صح؟ بقول لك يا باشا، الحوار ده بينكم وبين بعض انا ماليش فيه. انا لا اعرف نجوان دي ولا شفتها الا لما خبطت عليكم باب الشقه. هي حاولت تلف عليا صحيح وانا استعبطت، غير كده معرفهاش. عيل ذكي بفكرني بنفسي انا شاه قبل ما اعملهم. تطلع عيل اهبل يا ده. انا عارف من ساعه ما خبطت الشقه وراها انك معاها، يعني نجوى ما تتصرفش كده من دماغها ابدا. وانا كان كل اللي هامني هي تتصرف بدماغ مين. يا باشا بقول لك معرفهاش، روح شوف هي بتفكر بدماغ مين. خرجوني من الحوار بتاعكم ده. ما تصدقوش يا مروان، والله العظيم ده عيل كذاب. والله انا بقى عامل الفيلم ده كله عشان اشوف اللقطه دي وكل واحد فيكم بيبيع التاني، ولا كلكم كلكم وموضوع موضوع الوصل ده كوم. يا لا لا لا، كانت حلوه يعني الوصل في الشنطة تتسرق يجي لي فيعرف العنوان. لا 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 مرعبة. بس اللي أنا عايز أقوله لك بقى إن الوصل ده كان قديم جدا وأنا رميه في الدولاب وقبل ما نجوان تسافر مصر، يعني هي ما تعرفش بيه حاجة. هي كل ما في الموضوع خدته حطيته في الشنطة عشان تعملوا الفيلم العربي ده. عارفة يا نجوان؟ أنا شاطر. أنا شاطر. برافو! برافو مروان، برافو. عارفه انا سبتك ليه قبل ما تقضي فتره؟ عشان دي الحاجه الوحيده اللي كانت شغلاني، وقعدت فكرت فيها. يا ترى الواد اللي خبطني ده ابني ولا ابن ابراهيم؟ عشان كده قعدت افكر لغايه ما وصلت الحل. قلت لو قلتي لي على علاقتك بابراهيم يبقى ابني، ولو ما قلتليش يبقى مش ابني. انت ما قلتيش. والله العظيم وربنا ده كان ابنك. والله لا، فلتت منك دي يا باشا، انا ما نستاهاش.
ممكن يكون عندك حق. كده انت ابتديت تفهم، تبقى شاطر، لان فعلا نجوان مش رخيصه كده. بس كده يبقى الموضوع اوسخ، لان ازاي يبقى بطنها ابني وتتفق مع حشرة قذرة زيك؟ لا ما تقولش كده. طب حتى اساله، انا قلت له ايه؟ انا قلت له لو ما بعدتش عننا وعن حياتنا انا هبلغ مروان بكل حاجه والله العظيم. بقول لك ايه يا باشا، ما المسامح كريم، ايه رايك؟ احنا غلطنا وانت الكبير، والكبير بيسامح. مشكلتك يا ابراهيم انك حسسني وعارف ان انا طيب، عشان كده انا مش هقتلكوا، انا بس هعمل فيكوا زي ما كنا بنعمل زمان، هعلم عليكوا زي ما كنت بعمل في العيال ورا مصنع الكراسي. عشان خاطري حرام عليك. يلا حرام عليك. يلا تبقى السنة اللي ضاعت من عمرك راحت هدر، ومروان اللي ظلمك عايش مستمتع بحياتك، وتفضلي بيئة زي ما انت، وهترجعي بيتك اللي هيقع، والله اعلم بقى ايه اللي هيحصل. اداكي خطيبك ده طار للابد. كفاية خلاص. بي سي. بقول لك يا مستر، انا مالي انا ومالي الاي بي سي والسي بي سي والحاجات دي، وانا مسافره اقرا الجورنال. علمني الحاجات اللي هقولها هناك، يعني مثلا ايه اوكي، باي باي، جود لايت دي اللي بتقولها بنتك قبل ما تنام، صباح الفل يا اكسلانس، الحاجات دي يعني. صباح الفل يا اكسلانس، كل دي معلوماتك عن الانجليزي؟ صباح الفل يا اكسلانس. قولي ورايا، هتتعلمي يعني هتتعلمي ورايا. دي اي اف جي اتش اف اتش. تاخدي زي؟ لا خالص، استغفر الله العظيم، خلي لك انت الحاجات دي، والنبي انا خايف على نفسي منك اللي عملت اربعه ده. هتتكلمي انجليزي؟ يعني هتتكلمي انجليزي؟ انا عمري ما دخلت في حاجه وفشلت فيها، فاهمه؟ قولي ورايا. اي ام اي بي كاو. اجي يعني ايه؟ يعني انا من بطن البقرة. حلوة دي، أقولها. I am a big cow. برافو يا كاو، برافو برافو، هايلة. قوليها تاني بقى. I am a big cow. برافو برافو، ده أنت كده هتطلعي بعزة ورايا. I am a big cow. 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 أسرع. I am a big cow. I am a big cow. I am a big cow. ما
مش نوال مراتي، لازم مراتي. تعالى بس. نوال مراتي، نوال مراتي. مروان كفاية ماشي بقى، ما تيجي تقعد عشان تريح يا حبيبي. لا مش كتير عشان تخش. زمان لما كنا بنلعب كورة لما حد رجله بتتلوي ولا تتجزع كنا نقول له شد عليها عشان تخف بسرعة. أيوة بس بالراحة يعني مش كده. شنطتي. يا بالراحة، ما تشرع عليك يا حبيبي. معلش معلش فداك. خلاص خلاص. طيب هات إيدك. يلا يلا. بصي يا أنسة كوريا، لازم لما تيجي تتكلمي تقللي النيرف البيئة اللي في كلامك شوية. بقلل إيه يا أخوة؟ النيرف اللي هو طارق قصده إنك لما تيجي تتكلمي خلي صوتك أوطى شوية وإنفعالاتك أهدى ولهجتك ما تبقاش أجريسيف. وهي هتفهم يعني إيه أجريسيف؟ استنى أنا فاهمها بطريقتها. ماشي كوريا، ما تهنجميش في الكلام يا كوريا. ماشي. وكمان لازم تظبطي مخارج الحروف بتاعتك، لازم تظبطيها ماشي، وتبطلي تحشي حرف الشين اللي في كلامك ده. هو الكلام كمان بقى بالشوكة والسكينة ولا إيه؟ أيوة يا كوريا بالشوكة والسكينة. يعني ما تقوليش أختي، ركبتي، خالتي. شاطر. تقولي أختي، ركبتي، خالتي. ويا ريت ما تجيبي سيرة خالتك عشان ممكن تسمعك تفكرك بتنادلها تنط لنا هنا واحنا مش ناقصين. طب مالك ومال صندس يا جدع انت؟ يا كوريا في انت هتهنجمي عليا ولا ايه؟ كوريا انا عندي فكره كويسه قوي. ايه رايك تفتحي التلفزيون وتتكلمي زي المذيعات بالظبط؟ انت مش بتشوفي المذيعات في التلفزيون؟ لا. ليه؟ ما بتتفرجيش على التلفزيون يا كوريا؟ لا انا ما اتفرجش على المسلسلات التركي عشان انا ثقافتي تركي اساسا وبتكلم تركي لبلب. ايه ده ايه ده؟ بجد بتتكلمي تركي؟ ما انا افهمك. اصل انا اصلا سيدي ابو امي اصلا من التراكو. انت مش شايف شكلي ولا ايه؟ يلا حبيبي بالراحه كده. ايوه بسم الله. هو انت مستني حد؟ لا خش انت نام انا هشوف مين. خش. طيب إبراهيم كبداكي من مصر القديمة، وشنطة الهانم زي ما هي مش ناقصة دبوس إبر. أنت بقى ترى سرقت الشنطة من الهانم والبوليس جري وراك عشان تجيبها مش ناقصة دبوس إبرة؟ لا أصلا أنا كنت مفكركم خواجات، بس لما فتحت الشنطة ولقيتكم مصريين قلت لازم أرجعها. عرفت العنوان إزاي؟ لقيت الوصل ده في الشنطة وفيه العنوان. كبداكي ما يعدش في بلدياته في الغربة أبدا. لكن عادي يعني كبداكي يتصعر بقى في مصر. يا باشا في مصر العيشة ضيقة، لو ما عضتش في اللي جنبك اللي جنبك هيدوسك. بس أنا هنا جاياك مش جاي أعض. ماشي يا كبداكي. طيب خد يا كبداكي، أدي القرش اللي كنت هتاخده في الحرام هتاخده في الحلال أهو. لا يا باشا، حد الله ما بيني وما بين الحلال، أنا مش عاوز فلوس. ما أنا عايز إيه؟ أنا عاوز أشتغل معاك. اشتغل ايه؟ يا باشا انا عاوزك تعتبرني زي اخوك الصغير بالظبط. انا تعبت في الغربة دي قوي وشفت الموت بعيدي من ساعة ما جيت لعارف الفو في شغلانة ولا عارف اطلع بأي مصلحة. انا اساسا يا باشا طباخ مش حرام. وعملتش الموضوع ده غير مرتين، المرة التانية طلعتوا مصريين، قلت انا وقعت بالسما وانتوا استلقتوني. لو تشوفني اي شغلانة معاك يا باشا ان شاء الله امسح لك الشقة دي. وبتفهم في ايه تاني غير الطبخ يا كبداكي؟ اي حاجة، شوف اي حاجة، افضل مستني سعادتك تحت البيت 24 ساعة، لو عوزتني في اي حاجة خدمك 100 سنة. بقولك يا باشا، انا بقالي يومين ما اكلتش وجعان قوي، ما عندكش اي حاجة تتاكل؟ يعني لو شوية جبنة براميلي كده، شوية طرشي. خش. الله يكرمك يا باشا. انت حكايتك حكاية. يا رب يا ساتر. يا نجوان. ايوه انا هنا. مبروك الشنطة. الله يبارك فيك. كبداكي اللي سرقها منك. نجوانا يا ربتي. شكرا. كبداكي جعان عايز حته جبنه برميلي او ترش كده في قتينه. خش 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 اقعد.
ابو الهجر. ازيك يا ابو الهجر؟ ازيك يا سوك؟ توحشاني يا ابو الهجر. بعد اذنك يا سوك انا عندي شغل. بقولك يا ابو، احنا لازم نتجوز. يا سوك انا قعدت مع فواز بعد ما انت مشيت وهو رافض خالص. احنا اللي هنتجوز مش هو. احنا نجيب الشقه والعفش وكل حاجه ونحدد ميعاد الفرح ونتصل بيه، ولو هو شريك هيجي. انت شايفني كده يا سوكا؟ عايزني اتجوز من ورا اخويا وكمان ابقى ابلغه بميعاد الفرح؟ انا بالنسبه لك كده بعد اذنك. خدي بس يا ابله. طب حطي نفسك مكاني. وانا خربتها ولا ايه؟ انت ازاي تدخل واحد حرامي زي كده وتقعده هنا؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، ده عيل غلبان. طب يا سيدي ما كنت تديله فلوس ويروح ياكل بره، انت بتدخله شقتنا ليه؟ ما تهدي بقى، في ايه؟ الله، من الاخر محتاجه. محتاجه؟ اه، انا عندي من النوايا في مصر كتير كانوا بيخلصوا لي حاجات، والواد ده واقع عليا من السما وشكله كده عيل جدع ومخلصات. حرامي وجدع؟ على اساس ان احنا ايه؟ ها؟ ولا نسيت يا روحي؟ جرايه ورا العنب. ما تهدي كده، ها؟ ده شغل. ماشي. بقولك يا كبداكي. أمر يا باشا. انت منين في مصر القديم؟ من بطن البقرة. ها، اسمع عنها بس ما رحتهاش. شكلك كده عيل جدع ولابط. ابدا والله يا باشا، بس اللي بيزعلني بزعل امه. عمركش شكيت حد؟ شكيت حد ازاي يا باشا؟ لما جرايه روح امك. انت هتحور عليا؟ انت مش من بطن البقره وانا من الوراق، ما يغركش السلسله والانسيال. لا انا اخري 10 ورث وروحه تفضل في كتته. ما نفسكش تترقى تساعد عزرائيل؟ انا مش فاهم سعادتك يا باشا. عد عليا كمان يومين وانا افهمك. خلص اكلك. لا مش بعد، يدوم العز. انصرف. السلام عليكم. عارف انا مش مصدقه ابدا ان انا بقالي شهر كامل هنا، وان بقالي شهر ما عملتش كده يا نادر. هما بيقولوا لنا ما نقولش اسمه ولا حتى نفكر فيه. شكلك بتضحكي من قلبك يا صاحبي. حاسه ان انا خفيفه قوي لدرجه اني ممكن اطير. اكني كنت شايله هم كبير ورميته يا نادر. مش قادر اقول لك اي حاجه غير اني انا فخور بيكي. مش قوي كده. عايزه اقول لك ان في ناس هنا وناس ورونا صورهم بقوا حاجه رهيبه يا نادر بعد ما تعافوا. عاده انا ما بحبش كلمه تعافوا دي، بس هما بيخلونا نقول كده. ان شاء الله اول ما اخرج من هنا عندي حاجات كتير مهمه لازم اعملها. زي ايه بقى ان شاء الله؟ زي ان انا حاسه ان نفسي اجيب بيبي. والله بتكلم بجد، ما كنتش متخيلة أبدا أن ممكن أخلف وأجيب أطفال يا نادر. يمكن عشان الوضع اللي كنت فيه، بس دلوقتي فعلا نفسي أخلف. حاسة أن أنا بقيت قوية وبقيت إنسانة جديدة، حابة الحياة جدا يا نادر. خلاص شدي حيلك، خرجي من هنا وجيبي عيال كتير قوي عشان يتنططوا فوق دماغك زي قطط بالظبط. إن شاء الله. سارة أنا عندي سفرية كده وإن شاء الله ما تطولش وأرجع على طول. أول ما أجي نخرج من هنا على طول ونروح نعمل كل اللي نفسك فيه. ايوه. غير البيبي بقى انا ماليش دعوه. نادر حبيبي انت ما ضحكتش عليا، فضلت واقف معايا زي ما وعدتني لحد الاخر. بجد انت احسن راجل في الدنيا. ثانك يو حبيبي. ثانك يو. الحمد لله على السلامه يا ساره. جرايه ناني، قلت لي هجيب لك سوكا، لا منك جبتيه ولا منك سبتيني اشوف سكه القضاء والقدر معاه. ايه الحكايه يا ناني؟ الله يا اخويا، الحكايه شكلها كبير. انا رحت له الحاره لقيته هو وامه سابوها من غير ما يقول، مع انه عدى عليا بس ما قاليش. ده مفيش جنس مخلوق يعرف مكانه حتى الولا طاعون. الله الله الله، ده اللي مقصود بالموضوع ده بقى، ده بيتهرب مني. ما قلت لك يا ناني سيبيني عليه. اتفضلي يا ستي.
كلها يومين ثلاثة وتلاقي بوستراته متعلقة على محل تاني، عارفة ليه؟ عشان صاحبه هيعكمه بقرشين. لا لا لا، مش سوكا اللي يعمل كده، بس شكل الموضوع كده فيه قلق، وأنا شامة ريحة مش حلوة. بس أنت تقل عليا كده وأنا أعرف لك التيتا كلها. ماشي يا نان. استنى. حاضر. متأخريش عليا. يا بنت من هنا. مساء الفل يا فنان. مساء الهنا والسعد والعسل. والنبي يا فنان، انا كلامك يا اخويا كده بيرقصني بيرقصني من غير مزيكا. النبي يا بختي كلامي. ناني 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 وناني ناني ناني، اسم الجميل حب لساني دايما يقول وينادي ناني، دي عايشه في كياني حبيبتي ناني ناني. فنان والنبي فنان. انت اللي فنان. كنت عايز اسالك كده سؤال صغنن واحد بس، انت تسال وقلبي والكمبيوتر يجيب. يا اخويا ما تعرفش عنوان سوكا الجديد فين؟ هو كان معايا بس انا ضيعته. انا ما رحتلوش، بس هو قال لي عليه وصفهولي، ومن ساعتها ما كلمنيش. يعني تعرف توصل له؟ يعني ماشي اعرف، هو برضه مش بعيد عن هنا في المنطقه برضه. خلاص يبقى اقابلك انا بكره الصبح ونروح انا وانت ندور عليه. اصل امه يا اخويا ليها دين في رقبتي، اخاف يجرى لي حاجه من غير ما ردها لها. امسك دي صورة الشيخ جاسم اللي احنا عايزين نصفره. فضل ايه ده يا باشا؟ ده مسدس. اما المطوه هنصفره بيها روح امك. ودي ورقه فيها كل تحركاته، بياكل فين، بيشرب فين، الحتت اللي يحب يقعد فيها، ودي جردات بتسيبه امتى، كل حاجه. عارف ابراهيم، الامتحان ده امتحان صعب، لو عديته تشوف عز عمرك ما شفته. بص يا باشا، انا طول عمري بكره الامتحانات دي كره العمل، بس نجرب مش خسرانين حاجه. بص يا ابراهيم، اي لعبه فيها كسبان وخسران، والراجل ده لو ما ماتش او باي حد في الدنيا عارف ان انا ورا الموضوع ده، انت اللي هتبقى خسران. عارف خسران ايه؟ رقبتك. جرى ايه يا حاتم؟ بقالنا نص ساعة يا اخويا قاعدين نلف حوالين بعضينا. لحقت زهقت يا فنانة؟ ده انا لسه ما استوعبتش اللحظه اللي انا ماشي معاكي فيها. ده انا نفسي اضرب طبق فته على شويه كوارع على شويه طبق ممبار، واقعد ابص كده للسما واكتب 8 دواوين و9 قصايد و10 البومات، وكل ده تحت شعار ورعايه النص ساعه اللي انا عايشها معاك يا اخويا. لخص لخص يا اخويا، انا ماليش في المشي البطال اللي انت عملت مشيه لنا ده. بقولك ايه يا ريس، امورنا يا ريس. سيد سوق المطرب ساكن فين؟ فنان كبير ساكن في الدور التاسع فوق، اي خدمه ثانيه بيه؟ شكرا يا ريس، شكرا. الله الله الله، مالك يا فنان؟ مالك يا اخويا دايخه قوي كده ليه؟ مالك مالك؟ الف سلامه الف سلامه ان شاء الله. انا شوي ده خبطني في كتف. معلش. وانت يا غباشورة جنبي يا اخويا. خلاص بقى يلا. هتصحى اهو. يا اختي. ما
ممكن تمسكي في الشنط؟ حاضر حاضر اهو. ما تسمعنا كده احنا. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. يلا شوف وشك على خير. لا 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 استنى يا استاذ عز، انت بتقتلني ليش؟ ومين اللي بعرفك وكم عطاك؟ انا مستعد اتنازلك عن كل ثروتي بس خلني اعيش. الله يخليك. كل ثروه ايه يا عم؟ الافلام القديمه كل انت هتتنازل لي عن كل ثروه؟ انت شايف نهبل ولا داعي عصافير؟ ده انا اول ما اسيبك هتخلع. لا لا انا من ايدك هذه لايدك هذه، صدقني انا تحت امرك باللي تطلبه. انا مستعد احقق لك كل احلامك بس الله يخليك شيل البتاعة دي. تعرف انا نفسي في ايه؟ امرني في ازازه بيره ساقعه بس. ده 100 صندوق ازازه بيره تجي لك دلوقتي. ماشي يا عم. أنا قايل المصريين ما شاء الله أجدع ناس وأحسن ناس في الدنيا. طب مصر يا عم أم الدنيا، أنت عارف سموه أم الدنيا ليه؟ لا والله ما أعرف. وحياتك ولا أنا. يلا اطلع بينا. حاضر. اطلع يا شيخ العرب. حاضر حاضر. يلا حاضر تحت أمرك. يو في إيه متزربن ليه دلوقتي؟ في أخبار زي الزفت. زفت ليه؟ كفر الله الشر. في ايه؟ الزفت اللي اسمه مروان هو ونجوان سابوا الشقه اللي معانا عنوانها واختفوا. اختفوا؟ يا نهار اسود اختفوا ازاي يعني؟ في صوتك شويه. اختفوا سابوا الشقه وغاروا في 60 داهيه، ما حدش يعرف مكانهم. طب وانت عرفت ازاي؟ عرفت من واحد صاحبي دفعتي عايش هنا، كنت مخليه يتابعها. طب وبعدين احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ كده احنا ملناش اي لازمه هنا. يعني ايه هنرجع مصر يعني ولا هنعمل ايه؟ يعني هنقعد في اليونان ندور على اتنين مصريين ما نعرفهمش؟ يو ما نعرفش حاجه غير اسمائهم. بالراحه وطي صوتك، احنا في مكان عام. انت عارفه انت اتسلكتي على حيطه مايل. ايوه والحيطه دي هتقع بيك ان شاء الله. هي كوريا دي كانت فلحت في حاجه في مصر، لما هتفلح في بلاد بره هي. اه صحيح، اردى في كل حاجه الا المصلحه. اردت ايه يا اردى انت؟ هي بومه. انا بومه؟ أنا مش بومة، أنا غراب. بس غراب إيه؟ من نوع معين كده. إحنا إن شاء الله هنروح الجنينة وهنتفرج على القرد اللي بيتنطط. تبقي تيجي معايا تنططي يا حبيبتي. كوريا شاطرة يا طنط وموسوكا، ونادر معاها، وإن شاء الله هيرجعوا الفلوس. طب والله العظيم أنت بنت غلبان. أنت عارفة فلوسي دي كانت هترجع إزاي؟ لو بعتت الواتسوكا ابني ومعاه البت نوال. البت نوال تروح بقى تترقص لطليقك كده اهوت وتعمل له الشويتين وترجع لك الفلوس صح سليم. افرضي ان ده حصل، كانت ست نوال هترجع الفلوس؟ لا بيني وبينك دي تاكل مال النبي. يعني يا اختي في ايه؟ انا استخبي جوه. استخبي يا بنت، استخبي يا بنت بسرعه يا بنت، استخبي. مين 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 اللي بيخبط؟ مين يا اختي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا اخويا؟ مالك؟ فين هايدا ابو طالب؟ مين؟ ما نعرفهاش. فتش الشقه. عايز ايه يا واد انت؟ وهو في ايه يا اخويا؟ هو في ايه؟ ها بتبص لي كده ليه؟ ها يا اهلا يا اهلا. خش يا اختي انت وهي غيروا هدومكم عشان كلكم كده مقبوضين عليكم بالصلاه على النبي. يعني ايه؟ ام سوكا وسندس ما لهمش دعوه بحاجه. ما لهمش دعوه بيه، هما كده متسترين عليكي. هتخشوا تغيروا ولا ناخدكم كده زي ما انتوا؟ فضلك يا ياسر، هما ملهمش دعوه. هناخد هايدي بس. يلا هات ورايا. اتفضلي يا هايدي امضيلي على المحضر. ممكن اعرف الاول مين اللي قال لكم على مكاني؟ الرقاصه اللي كنت قاعده عندها في الاول. نوال؟ احمد ربنا انها جات لنا وما راحتش لياسر، يعني ما كنتش هعرف اقنعه نعمل لك محضر انك سلمت نفسك. عشان كده برضو ما قبضناش على موسوكا وسندس، لان مفيش جريمه تستر اصلا. والله كتر خيرك. ياسر كان مصمم انه يقبض عليك عشان ياخد الترقيه. يعني هي جت بلغتك انت الاول، وكان ممكن ما تقبضش عليا صح؟ يا هايدا انا بشتغل ضابط شرطه. ما ينفعش اعرف مكان حد هربان واتستر عليه. وبعدين ما قبضتش عليك رسمي. الرسمي ان جيت الاسم بنفسك وسلمت نفسك. اتفضل.
لازم تروحي دلوقتي مباحث الاموال العامه. ياسر هيعملك محضر روتيني كده بالقبض عليك، وبعدين هترجعي لي هنا الاسم تاني، هتباتي لغايه الصبح، وبعدين هتترحلي على النيابه. علاء باشا، خلصت ولا المحضر ده مطول ولا ايه؟ بالراحه عليها يا ياسر، انت عارف هايدي تهمني قد ايه. حاضر يا حنين، اتفضلي يا ست هانم. احنا كده كده راجعين، يبقى احنا قاعدين بنعمل ايه؟ ما نرجع وخلاص، ولا هي بقى زائد فلوس يعني؟ هو اللي معاه قرش محيره يقعد في اللوكاندا ويطيره؟ الو، شوف الراجل ولا كاني بكلمه. ايوه ابو طالب، ازيك عامل ايه؟ الحق نادر، هايدن قبض عليها. ايه؟ اتقبض عليها ازاي؟ الضابط اللي اسمه علاء كلمني وقال لي انها كانت في اسم مصر القديمه، وانه عمل لها محضر انها سلمت نفسها وهيقف معاها. نهار اسود، جولي اتعكشت. طب اهدى اهدى بس وسيطر على الموقف وانزل بسرعه عشان تلحقها في الاسم. ربنا يسترها معاك. طب اقول لك ايه، زالوا خالد سندس فين؟ لا تكون ولاها مصوتها كرشتها. يا ابو طالب بيه، انا وصلت هنا لقيت مروان ونجوان اختفوا، مش عارف ازاي. مفيش حاجه اسمها اختفوا، انت لازم تجيب مروان والفلوس وما تجيش من غيرهم كده، هايدا هتروح مننا. يا عم بقول لك اسالوا سندس فين. حاضر حاضر حاضر، اسالي. كوري عايزه تعرف سندس فين. بتلاقيه عند ام سوكا دي ولا حاجه. بقول لك ايه، سلام، انا كده اتاخرت. قال لك فين؟ عند ام سوكا. لازم نوصل لمروان ونجوان دلوقتي حالا. عاوز تلاقي نجوان؟ للاسف جه اليوم اللي لازم الاقي فيه صفيح الزباله وادور عليها. بدور على ابراهيم. ايه؟ ابراهيم؟ ايوه، اسمع مني انا. دور على ابراهيم تلاقي ست نجواه. اهلا. بقى كده برضك يا سوكا؟ ده بدل ما تاخدني بالحضن وتقول لي ليكي وحشه؟ حضنتك عقربة فلوشك في صرصور ودنك يا ولية يا ناقصة، بقى أنت يا ولية رايحة تبلغي عني يا واطية؟ أنا ناقصة يا أم سوكة؟ استني ياما، بقول لك يا نوال، سكة سونسون دندن دي مش معايا ولعبه شخاليل، هتملي على كل حاجة، ومن الآخر هو اللي وراك البيت، 10 دقايق والبوليس جه، يعني من الآخر كده أنت اللي حبستي البنية، ليه يا شيخة عملت لك إيه؟ حرام عليكي. الله، عملت لي اللي عملته لي يا اخويا، مالك محموق عليها قوي كده؟ كانت من بقيه اهلك واحده وهزقتني وعملت معاها الصح وعلمتها الادب، مالك انت؟ مالحاله عدوينك يا ولية انت؟ ماله ده ايه؟ هي مش امه دي اللي كان هيتقبض عليها؟ ايه؟ صرصار انا ولا فار مالوش لازمه؟ لولا الضابط التاني الله يكرمه ويخليه، قال للضابط الاولاني اللي كان عاوز يقفشني انا والولية سندس، قال له مالكش دعوه بيهم، دول ناس محترمين، ناس من عائلات وناس كبارات قوي. يا ولية ما انت قاعده اهو زي الجن، كان حد داسلك على طرف؟ وبعدين انا بلغت عليها هي، ما جتش جنبك. خدي يا ام سوكا، عشان انا عارفه انك بتحبي الحاجات بالمكسرات، ودي بقى مكسرات فاخره. كلي يا اختي، محدش واخد منها حاجه. انت عارفه يا بت يا نوال، البت ده هي انا طول عمري اقول عليها سو، قلبي كده يا اختي ما بيبقاش مرتاح لها كده اهوت والله. يلا تستاهل اللي يجرى لها، احنا مالنا يا اختي ومال مشاكلها. يلا نوال. ها، من الاخر كده ارغي، عايزه ايه؟ وهعوز منك ايه يا اخويا؟ انا جاي عشان مصلحتك. عزوز عايز يرفع عليك قضيه عشان انت ما بقيتش تيجي المحل، قال لي اجي اكلمك بالهداوه كده عشان تنزل يا اخويا. وبعدين يا سوكا، انت خيرك عليا وانا مش نكرت جميل. ايوه النبي، اسكتي، مش البت الممرضه الممصوصه عامله له عمل على ظهر قرموط يا اختي، عمال يجري ويفط في قلب الميه، ما احناش عارفين نجيبه. قالوا ايه؟ اقول له يا ولا تعالى نروح نفك العمل، مش راضي، مش راضي يطوعني خالص. جرى ايه يا سوكا؟ حب وغرام ايه يا اخويا؟ خلاص بطلنا اللي يعطلنا، احنا عايزين نركز في المام، اكل عيشنا. عندك حق، انا لازم انزل الشغل، بس مش عشانك انت. عشان خاطر امي،
من الاخر يا نوال انت لبستي خلاص طوب الرقصات الكسر، وطالما لبستي طوب الرقصات الكسر ما تلزمنيش، يعني بنت الحلال ما فيش الا ما بيني وبينك. سلام عليكم وعليكم السلام. انا تكلمني كده برضك يا سوكا ناني يتقال لها الكلام ده؟ عموما انا اللي غلطانه عشان جيت لك. سلام. حياك يا هيمه. اهلا اهلا يا كبداكي. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. اسمع يا هيمه. أمر يا شيخ العرب. الامر لله. انا ما احب البودي جاردات والحمايه والحراسه. لا لا لا. تفضل تفضل تفضل. انا انسان بسيط واحب البساطه. حياك. لكن اذا بغيت اصير مافيا وقت ما ابي اصير مافيا. والله عداك العيب يا شيخ العرب. انزين قول لي انت شو اللي تبي مني؟ بص انا مروان ما قرانيش كويس. كبداكي ما يقتلش، كبداكي يعلم على حد، ها يقلب حد في مصلحه، لكن يزهق روح ماليش فيه يابا. وبعدين؟ وبعدين انا مداينك بروحك اللي ما قطفتهاش دي، وده يسمح لي ان انا ارزل عليك واطلب منك اي حاجه، صح يا شيخ العرب؟ قول لي شو اللي تبيه؟ اشتري مني. اشتري. ايوه ايه ده؟ ايه اللي رجعك بدري يا وليه انت؟ خد فلوسك يا هشام بيها. ايه ده؟ ايه ده يا وليه خرفانه انت؟ يخرب بيتك يخرب بيتك، حد يعمل كده في نعمه ربنا؟ مش كفايه مش كفايه قرايبك الزباله اللي جم ضربوني وسرقوني وعوروني؟ الله يقطعك، هو انت ربنا هيعمل فيك ايه اكتر من اللي عامله ده؟ شوفي يا اخت مين، مش شايفاني بلم النعمه؟ قومي فزي. انا هي اللي بتخبط، حاجه يا بنتي مالك مالك يا حبيبي؟ انا جايه اطمن عليكي اشوفك عايزه حاجه. مالك فيكي ايه؟ اقول لك ايه بس ولا ايه؟ الحمد لله الحمد لله. تعال على مهلك. ودي مين دي الاخرى؟ دي اللي جايه تكمل تلطيش فيا؟ وانا خلاص بقيت الهفيه اللي في البيت ده ولا ايه؟ مروان بيه فين؟ What do you want؟ مروان بيه، مروان بيه فين؟ I don't understand. What do you want؟ Who are you؟ نعم يا أختي. What do you want؟ أنتوا مين؟ مروان بيه فين؟ شوف لي مروان بيه فين؟ Go out or I'll call the police. أنا مش فاهم من أمك حاجة. This is my home and this is my wife. طب شوف لي مروان. Go go go. أنا شكل مروان لبسني مجسم عشان أقتله ويخلع ولا إيه؟ كده مروان.